لمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة. أهلا وسهلا دكتور وفاء. طبعا تحدث اليوم رئيس الوزراء عن النقطتين الرئيسيتين الأكثر إلحاحا اللي بدأت الحكومة الجديدة الاشتباك بهما يعني بشكل مباشر، نقطة الكهرباء ونقطة السيطرة على أسعار السلع بشكل عام. حضرتك شايف الخطوات المفروض تتخذ عاجلا في ملف الكهرباء هي إيه، وضعا في الاعتبار الهامش الزمني اللي تحدث عنه رئيس الوزراء سابقا الأسبوع الثالث من شهر يوليو؟ في البداية يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك إنجي ومتابعينك الكرام. لا شك ان احنا من خلال المتابعة اللحظية اللي بنشوفها في البيان والسردية اللي عرضها السيد رئيس الوزراء اليوم عندنا نقاط هامة جدا. امن الطاقة شيء مهم جدا ويحظى باهتمام بالغ وكبير، لان احنا الحقيقة ايمانا وادراكا مننا بأهمية دورها الفعال كمحرك أساسي، وإنها بتهم المواطن وبتهم الدولة المصرية في مؤشرات التنمية. إذن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على هذا الملف الاستراتيجي. وخلينا يا أستاذة إنجي نعرج على ما قدمته الدولة من خطوات بالنسبة لهذا الملف الحيوي. يمكن السيد رئيس الوزراء النهاردة تحدث عن تدبير الموارد المالية السريعة، وهو رقم ليس بالسهل، مليار فاصل 2 دولار لشراء الوقود. احنا ما عندناش مشكلة في محطاتنا، الحقيقة محطاتنا محطات جديدة ومحطات تعمل بكفاءة، ولكن مشكلتنا او شغلنا الشغل في هذه القضية هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات. طب يا دكتور، هل بتفرق في الكفاءة التشغيلية للمحطات دي اذا كان الوقود من الغاز ام من المازوت؟ الحقيقة طبعا المحطات بتحتاج كانت إلى حوالي 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الفائتة. يمكن أستاذة إنجي التداعيات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى القدر تزامنت ظاهرة الاحترار مع أزمة الطاقة لا ننسى، ويمكن مشاهدينا يداروا معنا يبصوا على هذا الملف الخطير جدا، لأن تم عسكرة ملف الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية الموجودة وفوضى البحار والمحيطات وتعطل سلاسل الإمداد في هذا الملف تحديدا، اللي بينعكس عليه الحقيقة مكاسب وخسائر لكل دولة وطالت الجميع، لأن ده أهم جناح في الاقتصاد العالمي هو ملف الطاقة اللي بينعكس على كل مناحي الحياة وعلى المؤشرات الاقتصادية. يمكن كمان النهاردة في نقطة مبشرة واعدة، ان في مجموعة تختلف عن المجموعة الاقتصادية وهي المجموعة الخاصة بمتابعة ملف الطاقة. يعني انا هتابع متابعة لحظية على ارض الواقع باحتياجاتنا الفعلية، وهنا يا استاذة انجي نقطة ومن اول السطر، لان لازم يحدث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن. احنا عارفين المواطن المصري لا يتأخر ابدا عن مساندة الدولة، هو سبب نجاح المنظومة خلال الفترة الفائتة. ولكن حضرتك بتتكلمي يا دكتور وفاء عن ترشيد الاستهلاك؟ بالتأكيد يا فندم، لأن احنا الحقيقة الدولة بتقوم بخطوات سواء التدبير المالي أو إعداد اللجنة للمتابعة اللحظية، ومش بس كده احنا بندير السيناريوهات، لأن أحوال العالم يا أستاذة إنجي ليست على ما يرام، يعني تتغير الظروف بين عشية وضحاها. الكل يعلم جيدا أن الكلفة الاقتصادية في المرحلة القادمة لو بقيت الأمور على ما هي عليه، لأن أحوال العالم ليست عظيمة وإحنا شايفين التوترات بتزيد، وبالتالي الدولة المصرية بتعد السيناريوهات، تحدث عنها السيد رئيس الوزراء في سرديته اليوم خلال البيان أكثر السيناريوهات تشاؤما. في ظل هذا الدولة المصرية طبعا الحقيقة المواطن هي يعني بتستشعر منه الحقيقة الوقوف والاصطفاف إلى جانبها دائما، فإحنا الحقيقة ثقافة الترشيد ده فرض عين على المواطن المصري اللي دائما بيقف جنب الدولة المصرية. وعلى جدير الذكر أن سياسة الترشيد أو فلسفة الترشيد أصبحت سياسة عالمية، لأن الكلفة الاقتصادية الحقيقة غطت على الجميع. الترشيد أصبح أمر حتمي، أنا مش بطالب الجميع في الامتناع عن الاستهلاك، ولكن احنا لضمان الاستدامة الحقيقة بنوجه المجتمع الى كيفية الاستخدام الصحيح للطاقة، لان ده امر حيوي هيعود على المجتمع الحقيقة بعوائد اقتصادية في المراحل القادمة. طب حضرتك شايفة ازاي القرار الاخير يا دكتور وفاء المتعلق بتحديد مواعيد غلق المحلات؟ لاي مدى هيلقي بظلاله، لاي مدى هيكون ليه تأثير او حجم التأثير المتوقع من القرار ده ايه؟
هو طبعا القرار ده ليه وجهين. الوجه الاول وهو الوجه الايجابي ليه اللي هو هيقلل استهلاك الطاقه طبعا، لكن الوجه السلبي اللي هم شايفينه اصحاب يمكن المحلات التجاريه ان عمليه البيع مع تزامن ظاهره التغيرات المناخيه والاحترار العالمي ده يمكن حركه المبيعات كانت بتبدا عندهم في المساء اكثر حركه، ولكن الحقيقه يعني الناس هتبتدي منهج نفسها على هذه المواعيد، ويمكن كان في النهارده من خلال البيان في توقيت زمني وضعه السيد رئيس الوزراء بمنهجيه على اساس تحديد التوقيتات، وده شيء مهم جدا بالنسبه للوزاره الجديده ان احنا عندنا الحقيقه مؤشرات للاداء محدده بجداول زمنيه. فان شاء الله مع يعني ان شاء الله مع قدوم الشحنات اللي تم رصد ليها التدبير المالي سيتم رفع تخفيف الأحمال بانتهاء شهر يوليو كما وعد السيد رئيس الوزراء. فيعني المواطن المصري مواطن إيجابي ومواطن بيتفاعل الحقيقة مع ظروف الدولة، ويمكن منظومة المتغيرات المكانية اللي حضراتكم بتعرضوها يا أستاذة إنجي ودي بتقدم دور فاعل على أرض الواقع وبتسمح للمواطن المصري أن يرى بعينيه ماذا تفعله أزمة الطاقة العالمية وماذا يفعل الترشيد والبناء عليه. يعني إحنا الحقيقة بنبني على إيجابيات المراحل القادمة، وعلينا أن إحنا يعني مع بعض كلنا نتكلم قوة واحدة. فالأمر ليس في إطفاء الأنوار مبكرا، ولكن إنما في منهجية بتضعها الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة العالمية. وإحنا هنا كمان خلينا نبص للبعد أن إحنا بنوفر يعني ثقافة الترشيد هامة جدا كمان في المجتمعات العربية تحديدا، أن إحنا دي بنضع ثقافة جديدة، لأن الاستهلاك بشكل مسؤول بيعزز أنماط إنتاج والاستهلاك المستدامين، وبيكون تعود بالمنافع العامة على الكل. فإن شاء الله المرحلة القادمة هتكون أفضل بإذن الله، لأن إحنا يعني التدابير اللي اتخذتها الدولة المصرية وشايفين المنهجية في البيان وإعداد لجنة متخصصة أو مجموعة وزارية متخصصة هتحدث التناغم بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول. طبعا يا دكتور يعني إحنا منتظرين، المواطن منتظر بشكل عاجل إجراءات يعني جدية وعاجلة خاصة في ملف الكهرباء، وطبعا يمكن علشان كده السيد رئيس الوزراء اتكلم النهاردة عن هذا الملف كأول الأولويات اللي هيتم الاشتباك معها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وفاء علي أستاذ الاقتصاد والطاقة على هذه المداخلة.